Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. Idan atamanna an takunu bi alfi khair antum wa kullum tu'izzun. Idan marhaban bikum fi qanat Alwah Sigma. Soyez la bienvenue dans notre chaîne Alwah Sigma. Je suis très heureux de partager avec vous mes connaissances en langue française. Idan ana sa'id ataqasama ma'akum ma'arifu fi al-lughati al-faransiyya. Eden, nous sommes arrivés ici. Donc, on a dans la page 31, en haut de la page lexique, le dictionnaire lexique, le dictionnaire, les objectifs de la leçon, repérer les composants, repérer les composants d'un article de dictionnaire, utiliser le dictionnaire d'une façon exacte pour trouver le sens du mot. طريقة صحيحة اسميتو ديكسيونير يعني القاموس لكي أجد معاني الكلمات. عندنا هنا واحد الصورة غنسيبو غدا والسند اللي تنعتمدو عليه باش نجاوبو على هاد الأسئلة. عندنا صورة ديال ديكسيونير اللي تتعرفوه كلكم هو لو روبير جونيور وكاتبين هنا ديكسيونير. ثم عطينا واحد الدوكيمون الثاني كاتبين إكسترا أوردينير أدجيكتيف كذا وكذا كي سور دو لوردينير خارج عن العادة. L'éruption de ce volcan est vraiment un phénomène extraordinaire. Thomas qui surprend par son caractère bizarre ou remarquable, il dit que avoir une mémoire extraordinaire, se souvenir du tout. Nous avons dit que les synonymes, le mot radifat, exceptionnel, inhabituel, réel. Et donc, nous avons dit que j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. إذن كاتبين لا كوفيرتور سي دوسو يعني هذا صورة الغلاف العليا في أعلاه. لا كوفيرتور سي دوسو إتين كوفيرتور واش قال لك هذا الغلاف دان رومون ديال واحد الرواية ولا دين أونسيكلوبيدي ديال واحد الموسوعة ولا دان ديكسيونير. إذن الجواب صحيح هو دان ديكسيونير بتكتبوا هنا علامة هنا. ثم أكي إتيل ديسيني لمن موجه اكي ايتيل ديسيني لمن موجه هذا الكتاب و بيتي زونفون يعني الاطفال الصغار و جونيور ولا او زادوليسون. لي زادوليسون تتعرفوا بانهم اللي عندهم 13 سنه فيما فوق. اذا هو موجه للجونيور. علاش باش عرفنا؟ لان مكتوب هنا جونيور يعني اطفال ديال الابتدائي. ثم كيلي لو جونغ دو دوكيومون يعني ما نوع هاد الوثيقه. كيلي لو جونغ دو دوكيومون كيلي لو جونغ دو دوكيومون واش ان ارتيكل دو جورنال واحد مقال في جريده يوميه ولا ان ارتيكل دونسيكلوبيدي ومقال في موسوعه ولا ان ارتيكل دو ديكسيونير. اش يبان لكم؟ اذا خذ من ديكسيونير بتكتبوا نتوما ان ارتيكل دو ديكسيونير. اذا الجواب الصحيح هو هذا. ثم ننتقل الى جو مانيبول اي جو ريفليشي. قبل ذلك غنوريكم كيفاش غادي تكتبوا بطريقه صحيحه الاجابه عن الصفحه 31. بتكتبوا جو اوبسيرف اي جو ديكوفر وتعلموا تكتبوا بطريقه صحيحه الاجوبه تكون اجوبه كامله باش الاستاذ تيعرف بانك راه درتي واحد المجهود ماشي تكتب في الكتاب ديالك وصافي. اذا مكتب لا كوفيرتور سي دو سي تي كوفيرتور دان رومون دون اونسيكلوبيدي دان ديكسيونير تكونشي هاد لابا اسميتو هاد لاكاز. ثم الي ديستيني يعني موجه الي ديستيني او بيتي زونفون او جونيور او زادوليسون يكتب نتا او جونيور. ثم تكتب le genre du document est un article de journal يعني مقال في جريده un article d'encyclopédie يعني مقال في موسوعه ولا un article de dictionnaire ودير un article de dictionnaire وهكذا نكونوا اجبنا عن سميتو. ثم كاتبين لينا السؤال الرابع ما انتبهناش للسؤال الرابع ton avis. قال لك السؤال الرابع ton avis pourquoi est-il pourquoi utilise-t-on un dictionnaire à ton avis يعني ملي تقول لك ton avis كتب انت à mon avis. Pourquoi utilise-t-on un dictionnaire? علاش تنستعمل لو ديكسيونير؟ بغيت تكتب نتا à mon avis. ركزوا معايا هنا مزيان على الشرح. À mon avis, on utilise un dictionnaire pour الحاجات الثالثة. Connaître la prononciation exacte d'un mot. يعني باش نعرفوا la prononciation يعني النطق الصحيح ديال واحد الكلمة لأن لغة أجنبية علينا خاصنا نعرفوا كيفاش تنطق. Connaître la prononciation exacte d'un mot. Ou la comprendre l'essence d'un mot, la leçon d'un mot, bzaf, bad kalimat,
عندهم معاني كثيره تيحطوا لينا المعاني ديالها اكثر ولا بعض المرات يكون عندها معنى واحد تكتبوا لو سونس دو مو دامو كومبروندر لي سونس دامو ولا لي زونتونيم يعني الاضداد ديالها ولا لي سينونيم يعني المرادفات ديالها. اذا وننتقل الى الفقره الثانيه اللي هي جو مانيبول اي جو ريفليشي غادي نجاوبوا عليها نيت هنا. اذا observe l'article du dictionnaire et recopie les légendes à côté de la couleur qui correspond. Et donc, il dit que l'arrêt de l'Ouatika, le maqam du dictionnaire, est celui-là. Et il dit que l'arrêt de l'Ouatika, la légende, elle est mise en place, elle est mise en place, elle est mise en place, elle est mise en place. Et donc, il dit que la prononciation phonétique, elle est notre sahihe, les définitions ta'arif, les synonymes, يعني المرادفات, les chiffres permettant de voir les différents sens, يعني الأرقام اللي تبين لنا معاني الكلمة, حيت بعض المرات الكلمة يكون عندها جوج المعاني ولا ثلاثة ولا أربعة على حسب نوع الكلمة, ثم كلاس غراماتيكال, يعني نوع الكلمة وجونغ ديالها, أشنا نوع الكلمة واش نعت ولا سميتو سميتو الجونغ ديالها كذلك واش مذكر ولا مؤنث فيمينا ولا ماسكولين ولي زيكزومبل دو دومبلوا دو معني الامثله التي تعطيونا. اذا هنا بالنسبه لهاد الدوائر سو كي كونسيرن سي سيركل هاد لي سيركل هادو بغيتو تكتبو نتوما لي شيفر بيرميتون لي شيفر كاتبينها لكم هنا لي شيفر بيرميتون ها هما الشيفر بيرميتون دو فوار لي ديفيرون سونس يعني الارقام التي تبين لنا يعني المعاني المتعددة. ثم حيت عندنا هنا رقم واحد رقم جوج. إذا بالنسبة للون الأصفر كي سورت دو لوردينير غادي تكتب لو بخومي سونس دو مو يعني المعنى الأول ديال الكلمة كتبو هنا متى إكسخا أوردينير كاتبين لك المعنى الأولى الأول ديالها كي سورت دو لوردينير يعني الخارج عن العادة تيتسمى إكسخا أوردينير. ثم كذلك كاتبين في الأخضر هنا دوزيام سونس كذلك هنا في الأخضر بيكتبو دوزيام سونس دو مو يعني يعني المعنى الثاني ديال الكلمه حيت كاين المعنى الاول والمعنى الثاني. اذا في الخضر المعنى الثاني. ثم عندنا كذلك في الاحمر هذا الاحمر لي سينونيم حيت كبير السينونيم يعني المرادفات ديال الكلمه وما كاتبينش الاضداد ديالها. ثم بقى لينا هذا اللون البرتقالي ما كاينش هنا البرتقالي ما غادي ديروا فيه والو اذا نخليوه هكاك. ممكن يكتبوا هنا يكون كان باللون الازرق يكون كان هذا ازرق هذا المربع يكون كان ازرق هذا المستطيل وتكتبوا نتوما فيه لي زيكزومبل من الاحسن كانوا يديروا اللون الازرق ويكتبوا فيه لي زيكزومبل ديوتيليزاسيون دي مو. اذا ننتقل الى جو روتين هنا. اذا عندنا جو روتين كومبليت لا كارت مونتال سي دوسو افيك لي مو و اكسبريسيون عطينا هذه الكلمه لي زيكزومبل لورتوغراف دي مو كلاس غراماتيكال. اذا تابعوا باش بغينا نكملو هنا قالك بوغ ليغ ان ارتيكل مثلا هذا ارتيكل يعني مقال واحد المعلومات مذكوره في الديكسيونير لقيناها اش قالك بوغ ليغ ان ارتيكل دو ديكسيونير جو روبير يعني احدد تنحدد اولا لا ديفينيسيون لا لي ديفينيسيون تنحدد اول حاجه تنشوفها الارقام شحال من رقم الا كان جوج تنقول كاين هذه الكلمه عندها جوج المعاني كان 3 اون دي كي لا 3 سونس ولا 4 لي سونس على حسب الكلمه كي دائره. إذا الصفحة الموالية الصفحة 32 سنرى بأن هناك كلمة في عندها أربعة المعاني. إذا ثم بغينا نكتب هنا لوختوغراف دو مو أشنو لوختوغراف دو مو يعني كيف تكتب الكلمة هنا كتب لوختوغراف دو مو. إذا كيفاش تكتب الكلمة بطريقة صحيحة وتنتبع واش فيها دو زيل ولا فيها دو زير ولا فيها أو في الأخر ولا ما فيهاش. إذا غادي نركز مزيان لوختوغراف دو مو ثم ساكلاس غراماتيكال يعني نوع هاد الكلمة واش ناعت ولا كيف تنقولوا في العربيه اسم فاعل ولا اسم مفعول كذا. اذا في الفرنسي تنقول ادجيكتيف ولا ان ادفيرب ظرف مكان ولا ظرف زمان واش ادجيكتيف ولا ادفيرب ولا المهم اي حاجه تلقاوها هنا. ثم بعد ذلك ننتقل الى ليسونس دو مو يعني ليسونس يعني معاني الكلمه. هذه الكلمه مثلا اكس هاودين عندها دو سونس عندها لو سونس الاولاني ولو سونس الثاني. ثم بعد ذلك تنشوفوا لي زيكزومبل عندنا اشنو الامثله اللي تتوضح لنا الكلمه وتشرحها لنا. اذا هكذا نكون انهينا الصفحه 31 ننتقل الى لاباج 32. دونك دون لاباج 32 عندنا في الصفحه 32 جو مونترين يعني اتدرب لي سيت ارتيكل بوي ريبون او كيستيون يعني قال لك قرا هذا سميتو هذا
المقال هنا يعني المقطع من الديكسيونير وجاوب. تنشوفوا كلمة انمي يعني عدو مكتوبة وحدة فيها اي وحدة فيها حدا او وكاتبين سي تانو اي ادجيكتيف وعطينا شحال معنى فيها. كاين رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة عندها ثلاثة المعاني وكل معنى كاين مثلا اللي عنده السينونيم ديالو كاين اللي عنده الكونترير ديالو لونتونيم ديالو. اذا غادي نجاوبوا على الاسئلة. لوغتوغراف دي مو انمي او فيمينا قال لك اشنو هو لوغتو كيف تكتبوا في الفيمينا يعني في الحالة ديال التأنيث بتزيدها او بتكتب انمي افيك او غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش تجاوبوا. ثم السؤال بي لي كلاس غراماتيكال دي مو انمي اشنو هما لي كلاس بتكتب انت سيتان ادجيكتيف فهمتي سيتان نو سيتان ادجيكتيف. ثم لو نومبر دو سونس دي مو انمي شحال عندها من معنى بتكتب 3 لومو بتكتب لومو انمي الى 3 سونس هنا عندها ثلاثه المعاني اللي تيبانوا هنا. ثم لو كونترير دو دوزيام سونس اشنو هو الضد ديال المعنى الثاني الا تيقول لك لو كونترير يعني الضد ديال المعنى الثاني فين هو المعنى الثاني هو هذا بلي نمشيو تنقراو هكا تلقاو بانه الكونترير ديال انمي هو امي. ثم انتقلوا الى السؤال او لو سينونيم دو ثوازيام سونس قال لك يعني المرادف ديال المعنى الثالث ثوازيام سونس يعني المعنى الثالث ديال الكلمه. اذا بيشوف المعنى الثالث هو هذا وكاتبين هنا السينونيم يعني كاتبين ادفيرسير. اذا ها كيفاش غادي تجاوبوا جو مونتخيل بتكتب انت الدفتر ديالك جو مونتخيل بتكتب جو مونتخيل في لا باج 32 جولي بوي جو ريبون يعني اقرا ثم اجيب. A. L'orthographe du mot ennemi au féminin, يعني كتابة ديال كلمة ennemi في الحالة ديال التأنيث, تكتب ennemi وتزيدها E في الأخر. ثم la classe grammaticale du mot ennemi, c'est un adjectif, يعني فهي نعت. ثم le nombre de sens, يعني شحال من معنى عند الكلمة, le nombre de sens du mot ennemi est 3 sens, عندها 3 sens. Le nombre de sens du mot ennemi est 3 sens. ثم كذلك عندنا لو كونترير دو دوزيام سونس على الضد ديال المعنى سميتو المعنى الثاني. المعنى الثاني عنده واحد الضد ديال الكونترير ديالو هو امي كاين امي. ثم كذلك لو سينونيم دو ثوازيام سونس يعني المرادف ديال السونس يعني الثالث هو ادفيرسير. لادفيرسير هو تنسميو حنا سميتو اللي تيكون معاك في الكره المقابل ديالك يعني المنافس تيتسمى المنافس. اذا ننتقل الى سؤال جو مي فالي ان فاميلي فاميليير وعندنا مجموعه من الاسئله بتقرا هذا سميتو نقراو هذا وبعد ذلك نجيب. ملي تنقراو مزيان تلقاو فاميلي فاميليير ان سيتان ادجيكتيف كولون كوني كولون كوني بيان اون فوا فاميليير هكذا. المهم بغيت دينا شويه الوقت غنجاوبو على الاسئله. كيلي لو مو دونتخي قال لك اشنو هي الكلمه ديال المدخل اللي تنشرحوها يعني اللي داخل هنا هي الفاميلي. نكتب لو مو دونتخي اي فاميلي لو مو دونتخي اي فاميلي كيلي سا ناتور كلاس غراماتيكال بيكتب لا كلاس غراماتيكال ولا لا ناتور دو مو فاميلي اي سيت ان ادجيكتيف كومبيان دو سونس ا لو مو فاميلي شحال عندها من معنى. بغينا نشوفو شحال من رقم كاين هنا كاين 1 2 3 4 بتكتب لو مو فاميلي ا 4 سونس عندها 4 المعاني. ثم دي دون لا ديفينيسيون دو 3ييم سونس دو مو فاميلي قال لك عطينا التعريف لا ديفينيسيون والتعريف ديال لا 3ييم سونس يعني المعنى الثالث ديال فاميلي بتمشي للمعنى الثالث كيا دي مانيير ليبر اي سان كونترانت يعني هذا هو التعريف ديال الكلمه ديال فاميلي التعريف الثالث. ثم او دون ليكزومبل دو بروميي سونس دو مو فاميلي قال لك عطينا المثال اللي عطاوك في المعنى الاول. اذا هنا هذا هو لو بروميي سونس كولون كوني الحاجه اللي كولون كوني بيان شي حاجه فاميلي كولون كوني بيان وقال لك عطينا ليكزومبل يعني المثال اللي عطاونا قال لك اون فوا فاميليير يعني واحد الصوت معتاد ولا ان ليو فاميلي واحد المكان معتادين عليه. ثم كذلك كيل لي سون سينونيم بور سون دوزيام سونس اشنو هو المرادف ديالها في الدوزيام سونس فين الدوزيام سونس هو هذا تنقولوا انيمال فاميلي كولونا شي سوا قال لك هنا كيل لي سون سينونيم بتقلب انت على السينونيم هو دوميستيك يعني دوميستيك هو اليف. ثم بعد ذلك عندنا جي كيل لي سون كونترير بور سون ثوازيام سونس اشنو هو الضد ديالها في المعنى الثالث بتمشي للمعنى الثالث هو هذا وتقلب على كلمه كونترير ريسبكتيو يعني محترم.
اذا غادي نقول لكم كيفاش تجاوبوا في الصفحه 32 ديال جو مي فاليو. بتكتب انت جو مي فاليو لو مو دونتري اي فاميلي، اكتب الكلمه اللي تنشرحوها هو فاميلي. بتكتب ساناتور غراماتيكال اي ادجكتيف، ساناتور غراماتيكال اي ادجكتيف. لو مو فاميلي ا 4 سونس، عندها اربعه المعاني. اذا نقطه هنا. اذا لا ديفينيسيون دو ترويزيام سونس اي، يعني التعريف ديال المعنى الثالث، التعريف ديال المعنى الثالث. كيا دي مانيير ليبر اي سون كونترانت، بتكتب كيا دي مانيير ليبر سون كونترانت. و او بغيتي عندنا ليكزامبل دو بروميي سونس، بتكتب انت ليكزامبل دو بروميي سونس دو مو فاميلي اي. هنا ما تكتبوش هادشي، هنا هذا ضربت عليه. اون فوا فاميليير ا ليو فاميلي. ثم كاين اف sans synonyme pour le deuxième sens est domestique, ou G sans contraire pour son troisième sens, sans contraire pour son troisième sens est respectueux. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans les tamarines. Nous allons voir dans une vidéo prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.